أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحدث على شاشة الساحل. الحدث هذا المساء هو البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الذي دعا فيه الرئيس الموريتاني محمد دول عبد العزيز إلى وقف جميع المبادرات الداعية إلى تعديل الدستور والسعي إلى فتح المأموريات الرئاسية. البيان أيضا تضمن أيضا تأكيد الرئيس دول عبد العزيز لما قال إنه موقفه الثابت الذي صرح به في أكثر من مناسبة والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26، 28 و99 من الدستور الموريتاني، مشددا على وقف كما أسلفت جميع المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية. الجدل الذي صاحب مبادرة أطلقتها مجموعة من نواب الأغلبية الرئاسية نهاية الأسبوع المصطرم، مبادرة لتقديم مقترح لإجراء تعديل دستوري يقضي بفتح المأموريات وتعديل المواد ذات الصلة، أثار جدلا سياسيا واسعا في الساحة السياسية الموريتانية، وقد تجاوز عدد المواقعين على عريضة مقترح تعديل الدستور 100 نائب. إذا هذه التداعيات نناقشها مساء هذا المساء مع الدكتور نانو للمامي أستاذ علوم السياسية بجامعة نواكشوط العصرية. إذا أهلا بك ضيفي الكريم. إذا بداية، ما هي قراءتك لهذا الحسم في الحسم من موقف الرئيس من قضية المبادرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بالتأكيد أن هذا الموقف طال انتظاره، حقيقة لحظة كانت حاسمة، الكل كان ينتظرها سواء مبادرين أو مناهضين للمبادرة، مؤيدين للرئيس ومعارضين لها. طبعا بالتأكيد أنها لحظة كانت حاسمة في هذا المسوار، وأيضا حاسمة نحو أولى الخطوات نحو تبادل سلمي على السلطة في موريتانيا، وبالتالي كان موقفا أعتقد أنه جريئا وكان منتظرا. لكن ما هي قراءتك للسياقات العامة التي جاءت فيها هذه الدعوة بالمطالبة بمقترح لتعديل الدستور، ويعني القرار قرار الرئيس الموريتاني محمد دول عبد العزيز يعني المعاكس والمتضاد تماما مع هذه الدعوات؟ لا، أنا قلت بأنه القرار جاء حاسما، جاء في الوقت المناسب، لأن العريضة أوشكت على أن تطرح داخل البرلمان، رغم أنها من الناحية القانونية هناك جدل حول مدى شرعية طرح هكذا عريضة أم لا، لكن حقيقة أيضا من الناحية السياسية كان منتظر، كانت الناس تنتظر هذه اللحظة اللي يحسم فيها الرئيس هل هو فعلا يتجه نحو التخلي عن السلطة أم لا يزال متشبث بها وماسك، خاصة أن السياق العام كانت القراءات كلها تتجه أو تعيش حالة غموض، حالة ذبذبة، حالة لا حسد ضبابية في الموقف السياسي، رغم أنه تأكيدات الرئيس المتواترة العديدة والكثيرة، لكن ما كان الناس تثق في هذا الخطاب، والحقيقة بأنه جاء في وقته وكان مناسبا. نعم، بعض المتابعين وصف عفوا خطوة الدعوة إلى تعديل الدستور بأنها مجرد خلبطة للأوراق، فالبيان اليوم يشي بأن الرئيس لم يكن على علم أو يقف من وراء هذه المبادرات. في الحقيقة أنه طيلة الفترة الماضية حتى من السنة الماضية من التعديلات الدستورية إلى آخره، كانت الناس تعيش هذا الجو نسبيا قلق في الساحة السياسية، وهو عدم قناعة، عدم وثوق الناس السياسيين والمواطنين العاديين بأن هناك رئيس سيتخلى عن السلطة بملء إرادته تطبيقا للقانون، لأن هذا تقريبا شيء جديد على الساحة السياسية الموريتانية. اثنين، هناك مسارات متعددة كانت تتخذها الأحداث السياسية أيضا لا تساعد على فك هذا الاشتباك في الرؤية، هذه الضبابية في الرؤية. نحن رأينا مسيرات التأييد، مبادرات التأييد للمورية الثانية، يعني الضبابية في الموقف السياسي أوشكت
أن تؤثر على نتائج الانتخابات النيابية في المرة الماضية، لأن الموريتانيين من عادتهم أن يميلون أو يتجهون إلى حيث تتجه السلطة، وعندما لا يستطيعون تحديد وجهة هذه السلطة في التأكيد أن هناك سيكون خطورة في الموقف وزحزحة عن الطريق القويم. وبالتالي نحن كنا في حاجة إلى حسم هذا الموقف، وبالتالي حسم الآن أعتقد بشكل نهائي. ولا شك أنه الضبابية من ذاتها، وهناك بالتأكيد أنه رؤى مختلفة في الخلف هي تحكم أو تحرك المشهد بشكل أو بآخر، وبالتالي لا شك أنه هناك من يدفعون بالرئيس باتجاه عدم الالتزام بالتزاماته وعدم الوفاء لها، وهناك إرادة أخرى تريد للرئيس أن يستقيم وأن يلتزم. وفي النهاية حدث الحسم. نعم، لكن برأيك ما الذي دفع هذه المجموعة، مجموعة النواب، إلى يعني تقديم مقترح بتعديل الدستور يسعى إلى فتح الماموريات بغية ترشح الرئيس لمامورية زارزة، وهم يعلمون كل العلم أن الرئيس أكد وأكد أكثر من مرة أنه لن يترشح لمامورية زارزة؟ ألم يحرج الرجل بهذه الخطوة؟ ألم يشكك ضمنيا بتأكيده يعني المتكرر أنه لن يترشح لمامورية زارزة حيث تقاطعوا مع المعارضة في مسألة التشكيك؟ أنا في اعتقادي بأنه الديمقراطية، بأنه الطريق الصحيح سلوكه ليس سهلا دائما، هناك دائما من لا يريدون الأمور تتجه إلى بالاتجاه الصحيح لأنها تتقاطع مع مصالحهم، تتقاطع مع ما يريدون، وبالتالي سيعملون بكل ما أوتوا أن يحافظوا على ما كان عندهم أو يزيدوا في المكاسب. وبالتالي أعتقد بأنه الحق، أنصار الحق، مناصري الحق عادة قلة في المجتمعات وفي الميادين، وبالتالي ظهر بأنه فعلا من يريدون لا ديمقراطية، من يريدون لا التزام بالقانون كانوا كثر، لكن الحق حقيقة سيسود في النهاية ويغلب، وهذا ما حصل حقيقة. هناك مصالح، هناك ترتبط في لحظات وتتأسس في لحظات معينة، وبالتالي المدافعين يعني المستفيدين من هذه المصالح يدافعون عنها، وبالتالي اتضح بأنه هناك مجموعة لا بأس بها من الناس كانت تعول على استمرارية النظام وعلى استمرارية الوضع السابق. نعم. نعود إلى متابعة هذا النقاش بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنتم معنا مباشرة في برنامج الحدث على شاشة الساحل، نناقش فيه هذا المساء تداعيات دعوة الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز إلى وقف المبادرات الداعية إلى تعديل الدستور، وتأكيده في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم على المحافظة على الدستور. إذن ما الجديد؟ قد يقول قائل إذا الرئيس اليوم لم يضف جديدا، حيث أن كان من المتوقع أن يحتفظ بموقفه بعدم الترشح. رئيس أو القيادي في حزب التواصل، الرئيس السابق لحزب التواصل جميل منصور، في تغريدة له على الفيسبوك ذمن الخطوة وقال في النهاية أنها فعلا محمودة وطبيعية ومنتظرة في نفس الوقت. منتظرة لأنه هو رئيس جمهورية، ورئيس الجمهورية من واجباته الحفاظ على الدستور وحماية هذا الدستور والمحافظة عليه من التلاعب ومن الخارجين عليه، ومتوقعة لأنه هو التزم أكثر من مرة بأنه سيفي بعهده وأنه سينسحب من السلطة، وأيضا متوقعة لأنه حقيقة خرق
خلق شرخ داخل الكتلة الموالية للنظام السياسي الموالية لمحمد بن عبد العزيز، أعتقد أنها ليست من مصلحة أي طرف داخل هذه الكتلة. وأعتقد أنه إيقاف هذا النزيف اللي حدث داخل 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 الموالاة، داخل نواب الموالاة، هو أيضا من مصلحة النظام. فإذا هو عمل بكل المقاييس، جاء التزاما. لكن الآن اليوم نحن قليل من يلتزم، يعني كل دول العالم تقريبا من ترجع إلى قوانينها وإلى أنظمتها هي قوانين مضبوطة ومنسجمة وتهدف إلى العدل والمساواة والحق والإنصاف إلى آخره. لكن من يعمل بها؟ العمل بها هل موجود؟ بالتأكيد لا. نحن في حاجة إلى أن نلتزم بما نسن من قوانين. نعم. ومحمد عبد العزيز مشكورا، رئيس الجمهورية مشكورا، فالتزم لحد اللحظة. نعم. بهذا الالتزام. نعم. ألا ترى بأن الاتجاهين المتعاكسين في قضية الذين سببهما مقترح التعديل الدستوري إذن سيغذي يعني قوة الخلافات بين البيت الداخلي للأغلبية والحزب الحاكم بصفة خاصة، وسنشهد وربما نشهد عودة ل يعني صراع الأقطاب داخل هذه هذا يعني المكون السياسي؟ تماما. أنا أعتقد بأنه قد تجري الرياح بما لا تشهي السفن مثل ما يقال، وأنه ذاك المثل الشعبي اللي يقول لابن بريك بيستكبو، يعني في بعض الأحيان نكون ملكيين أكثر من الملك ونخسر على الملك ما يريد. نعم. أنا أعتقد بأن هذا ضربة قوية أصيبت بها الموالاة الآن، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى جهد كبير لإعادة لحمتها وانسجامها من جديد باتجاه واحد. وأعتقد أنه من مبررات الحفاظ على النهج إذا كان موجود السياسة العامة اللي كانت متبعة في الدولة، من مبررات استمراريتها حسب الخطاب الرئيس هو أن تكون هناك كتلة قوية سياسية داعمة لهذا التوجه حتى تستطيع أن تفرض هذا التوجه. وبالتالي هذه الكتلة لا شك أنها أصيبت الآن، ونحتاج إلى إعادة الأمور إلى نصابها. نعم. حتى أن هناك من يذهب أبعد من ذلك، أن هذه أن يعني الأغلبية والحزب الحاكم بصفة خاصة تجمع على شخص الرئيس المؤسس للحزب وليس على رأي واحد، ولا تجمع على رأي واحد. نعم. إذا برأيك لا تعتبر يعني خطوة التقديم مقترح بتعديل الدستور، ونحن حديث العهد بتعديل الدستور ليس بالبعيد في السنة 2017، ألا تعتقد بأن تعديل الدستور المتكرر والمتقارب يعتبر يعني إذانا بالتساهل في التعامل مع هذه الدستور، طبعا ليس نصا مقدسا كما برر البعض يعني من قدم هذا المقترح؟ أكيد بأن القوانين هي من صنع البشر، والقوانين هي تعبير عن حركة البشر ومتطلبات الناس. لكن من طبيعة القوانين ومستلزمات القانون الاستقرار. لا. يعني القوانين لابد أن تكون مستقرة، لأن القوانين المطلوب منها أن تفهم، أن يفهمها المواطن، أن يتعامل معها، أن يلتزم بها. ولا يمكن أن نطلب منه الالتزام بها والتعامل معها وفهمها وهي متغيرة باستمرار. نعم. وتغيرها يفترض أن يستدعي حركة المجتمع، وحركة المجتمع هي حركة بطيئة. فبقدر تحرك المجتمع، بقدر حركة المجتمع، بقدر ما تتغير القوانين. وبالتالي لا يعقل أن القوانين الأساسية اللي منها الدستور أن تغير في عشرية مرة واثنتين وثلاثة، وإنما هناك يفترض أن يكون هناك استقرار. وبالتالي من عوامل استقرار القوانين أن تحترم وأن تكفى عنها الأيدي، لأن القوانين هذا النوع من القوانين هو يأتي في سياق اتفاق عام، في سياق رضا عام، وبالتالي يجب أن لا يتم اللعب بهذا الرضا وتدخل فيه، وبالتالي نحتاج إلى أن يستقر. اثنين، نحن الآن في مرحلة التحول، يعني الديمقراطية الموريتانية هي مزالت تنبني، مزالت تتأسس، وبالتالي ما أسسناه لبنة وضعناها ومتأكدين واتفقنا على أنها لبنة صالحة وفي مكانها، يجب أن نحافظ عليها، يجب أن نحافظ عليها وأن نتركها ونضيف لها، لا أن نرجع ونعيد حركتها. وبالتالي استقرار القوانين مطلوب ومهم لدولة القانون.
فالقانون لا يمكن أن يغير بمشيئة وحسب رغبة زيد أو عمر، وإنما هو استجابة لمجتمع ولحركة مجتمع ولمتطلبات مجتمع. نعم، إذن برأيك أين ستتجه البوصلة، بوصلة الأغلبية الرئاسية التي قد ربما تكون قد تاهت اليوم؟ أنا لست بعيدا من هذا التصور حقيقة، لأنه نحن اعتدنا على أن تكون البوصلة هي رأس السلطة. نعم، لكن أعتقد بأنه الكتلة التي عارضت كانت بوصلة في حد ذاتها، عارضت من داخل الأغلبية، من داخل الأغلبية. نعم، نعم. كانت بوصلة وكانت مجموعة لها قيم، لها مبادئ، لها أهداف واضحة، وأعتقد أن هذه الأهداف هي من يعني انحازت إلى رئيس الجمهورية، على اعتبار أنهم هما قرروا بأنه هذا هو ما طلب رئيس الجمهورية، وأيضا انحاز لهم رئيس الجمهورية بمساندتهم والوقوف معهم، وبالتالي أعتقد أن هذا هو البوصلة اليوم. الاتجاه العام للنظام يجب أن يتجه خلف تلك الكتلة التي أعتقد بأنها ترى شأنا عاما بموازاة أو بمرافقة مصالحها الخاصة. نعم، إذن هل حدد قرار الرئيس الموريتاني اليوم وحسمه في قضية المبادرات الداعية لتعديل الدستور، هل حسم مشهد موريتانيا السياسي ما قبل 2019 أو أعطى بعضا من ملامحه؟ أعتقد أنه الملامح العامة أخذت واجهتها. نعم، يعني الواجهة اتضحت. نعم، يعني هناك سير نحو تجديد، نحو انتخاب رئيس جديد لموريتانيا. من يكون هذا الرئيس؟ بالتأكيد إذا كانت الأغلبية في تماسكها وفي توجهها العام، الرئيس من خلال كل هذه المعطيات في الأسابيع والأشهر الماضية كان واضح بأنه هو يمتلك كتلة ناخبة، كتلة سياسية قوية داخل المجتمع الموريتاني. نحن نتكلم عن المبادرات، نتكلم عن المسيرة، نتكلم عن الكثير من مظاهر الدعم والتأييد لمحمد بن عبد العزيز التي تقول بأن هناك توجه عام يقبل بالسياسات العامة لمحمد بن عبد العزيز، وبالتالي أعتقد أنه استمرارية هذا النهج تقتضي بأن تتفق هذه الكتلة على مرشح، واتفاق على مرشح التأكيد. نعم، سيكون نعم محسن. نعم، مجموعة النواب الأغلبية التي كانت تطالب بتعديل الدستور، ألا ترى بأنها كانت تشي بعدم توافق على مرشح موحد للرئاسيات، أو كانت تظن أن الرئيس محمد بن عبد العزيز سيترشح لمأمورية ثالثة؟ وكان رئيس الحزب قد أعلن سابقا أنه في إبريل القادم ستعلن الأغلبية الرئاسية عن مرشحها للرئاسة. بالتأكيد أنه هو هذا مظهر من مظاهر الصراع الداخلي، يعني ما تستند عليه الموالاة. يبدو أنه في فاعلين لهم تصورات أخرى، وهذا ما انعكس، وفاعلين ليسوا حقيقة من البساطة. وبالتالي أنا قلت بأنه أحدث شرخة، يعني مظهر، وبالتالي نحتاج إلى ترميم. فقطعا الأغلبية الموالاة هناك تنازع داخلي تجلى واتضح، لكن الحسم أعتقد ما دمنا اليوم نحن نعتقد بأن رئيس الجمهورية هو المركز، هو المحور أعطى رأيه. نعم، وبالتالي يجب أن الكل يتجه نعم إلى هذا الحسم. نعم، بعض الأحزاب ممن انضمت أخيرا إلى هذه العريضة التي وقعت على تعديل الدستور قالت في بعض تصاريحها لقناة الساحل بأنها لا تريد بالضبط فتح المأموريات بالضرورة لترشيح الرئيس محمد بن عبد العزيز لمأمورية ثالثة، تريد فقط فتح المأموريات لكي يكون الدستور مرنا في مواده. لا، أعتقد أنه هذا ليس معيار المرونة أو الجمود. الدستور هو 100 وكسر من المواد وكلها قابلة للتغيير، ودستور مرن يعني هناك مواد حصنة لظروف سياسية واجتماعية تمر بها البلد وبإرادة شعبية. أنا أعتقد بأنه حقيقة كل من حاول أنه يمس من هذا الدستور أعتقد أنه يراجع نفسه، وأيضا العلاقة به يجب أن تراجع، لأنه حقيقة نحن نحتاج إلى مؤتمنين على مصيرنا، على أمورنا العامة،
وبالتالي لا يجب التلاعب بعقول الناس وبمصائرها بهذه السهولة. نعم. وبالتالي وقعوا في خطأ، وقعوا في خطأ لأنه لا القانون يمنحهم الصفة ولا الاختصاص، وأيضا ما مطلوب من عندهم. نعم، لكن هم ادعوا بأن ما ذهبوا إليه كان قانونيا، كانوا سيدعون إلى تعديل دستوري وبالتالي يتم لهم ما أرادوا. إذن لكن برأيك في يعني الناحية الفنية القانونية، هل برأيك ترك يعني مواد محصنة لعدد المأموريات مشمولة بمادة غير محصنة، هل ترى هل هذا ثغرة قانونية أو شيء ظاهرة صحية قانونية؟ لا شك أن نحن بشكل عام صناعة القانون ما زالت عندنا في مستوى دون المستوى المطلوب حقيقة. نعم. لأن في الغالب نقتبس وننسخ نستنسخ إلى آخره. نعم. فهناك أخطاء. نعم. هناك أخطاء في المنظومة القانونية. نعم. وبعض الأحيان قاعد تجد أنه هناك تناقض، هناك تعاكس، هناك الخروج حتى هناك مواد قابلة للتأويل. نعم. يؤولها الساسة حسب يعني رأيهم. نعم. كما حدث في. نعم. لكن نعم. أنا أقول بأنه كل هذا تتحكم في الإرادة السياسية. نعم. أنه نحن لما تتمكن من أنفسنا إرادة الديمقراطية ونتبنى الديمقراطية بشكل صحيح، أعتقد أنه لا خوف، لا نحتاج إلى تحصين ولا نحتاج إلى غيره، هناك توافق الكل ينسجم معه. لكن عندما تكون الإرادة مقسمة بين رغبة في الديمقراطية أو تبني الديمقراطية أو إلباس التلبس، نعم، تلبس تصنع، نعم يعني نعم. أن يكون رجاش ديمقراطي، نعم، هو غير ديمقراطي داخليا حقيقة. نعم. أعتقد أن هذا هو المشكلة. هذا لا يمكن أن يكون في القانون. القانون لا يمكن أن المادة لا يمكن أن تكون بوجهين. نعم. بوجهين المادة القانونية يجب أن تكون بوجه واحد، أن يكون اتجاهها واحد. وبالتالي أقول بأنه الإرادة السياسية هي اللي يجب أن تتضح في القوانين، أن تطيح في العمل بأنها هي تتجه نحو الديمقراطية وليس العكس. هذا التردد هو المشكلة. نعم. إذن كمشهد أخير نختتم به الحلقة، ما هو تقييمك لحركة تعديل الدستور؟ هل كان خلبطة للأوراق السياسية؟ هل كان جسا لنبض الشارع الموريتاني باختصار شديد؟ أنا أعتقد أنها كانت محاولة للعب حقيقة بقيم ولمبادئ نحن كلنا طمحنا إليها، رغبناها، وبالتالي قد أصل إلى أنها أصلا ممكن أن تكيف على أنها جرم قانوني، أنه رجاج بملء إرادته يتجه نحو خرق القانون. نعم. أعتقد أنه كان أقرب إلى ذلك، وبالتالي خلق نوع من الفوضى في البلد الذهنية والسياسية وحتى القانونية نحن في غنى عنها. شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية بجامعة نقشوط العصرية النان والمامي، كنت ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج الحدث على شاشة الساحل، ناقشنا فيها دعوة الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز إلى وقف كل المبادرات الداعية إلى تعديل الدستور والتزامه بالدستور وعدم المساس بالمواد المحصنة لعدد المأموريات. إلى اللقاء.